أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما رأيكم في كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان لمحمد بشير السهسواني؟ كتاب جيد، جزاه الله خيرا وأثابه، فقد دافع عن الحق وناصر هذه الدعوة، هو كتاب جيد، رد للشبهات التي أثارها دحلان قبحه الله. دحلان يقول أن ابن عبد الوهاب كان يضمر في نفسه أنه يدعي النبوة، لكن يوم شاف الناس ما هم مصدقينه تراجع عن هذا، حتى القلوب يدري عنها دحلان، نسأل الله العافية. نعم، يكفي. أحسن الله إليك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.